في خيمة من خيام النزوح في الزويدة وسط قطاع غزة، تقوم هذه العجوز الطاعنة في السن بتحضير وجبة الإفطار دون أي معدات ولا مقتنيات للطبخ، لتضع مائدة تشكيلتها رغيف وصحن بطاطا تجتمع عليه العائلة. الفرق بين رمضان هذا ورمضان السنة اللي فاتت، على السفرة تبقى أقل حاجة 4 مواعين، 5 أشكال، 7 أشكال، 8 أشكال، وتمر وشراب وقمردين وسوس وخروب وكل شيء. اليوم هذا كله فاقدين، ما فيش منه، بنداوي بس على رغيف العيش ونتة بطاطا مشوية ولا مقلية بنسخنها على النار. بين أنقاض غزة ووسط مزاج عام كئيب، يصوم النازحون في خيام بلاستيكية متحدين بذلك نقص الغذاء الحاد، مصممين على عدم الاستسلام حتى وإن كانت نهاية الطريق مبهمة. هاي لنا 6 شهور خشينا في السادس شهر وإحنا قاعدين في خيام وعلى رمل، جانا رمضان قاعدين بنبلش على نتفة كرتونة، على نتفة نايلون، على حطبة، بنخبز، بنطبخ، بناكل لقمتنا مغمسة بالسم في رمضان. 5 أشهر وسادسها رمضان منذ أن شن الاحتلال الصهيوني حرب إبادة جماعية قتلت مظاهر الحياة في غزة. ورغم اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، ما تزال الإبادة متواصلة حتى اليوم.